طيب المواطن هيقول تاني تحرير سعر صرف تاني بعد 2016، ما انا دفعت الثمن ده في ارتفاع الاسعار. هنا بقى دور الدولة بيدخل ازاي لحماية هذا المواطن؟ لا ده لازم يا فندم، زي ما حضرتك انا يعني بسمع حضرتك تقريبا كل يوم بتقولي نفس الموضوع ده في البرامج، موضوع الحماية الاجتماعية، وكلام حضرتك مظبوط جدا، ولازم يكون في حزمة ثانية وقد تكون ثالثة للحماية الاجتماعية في المرحلة القادمة، خاصة للطبقات اللي اقدر اقول منعدمة الدخل او قليلة الدخل، لازم في المرحلة دي بالذات، لان احنا بس مش هيبقى عندنا صدمة سعر صرف، ولكن برضو عندنا زي ما حضرتك بتذكري في برامج كثيرة جدا في شح في بعض السلع، وده كمان مزود الاسعار بزيادة. فلازم الطبقات دلوقتي المنخفضة الدخل والمنعدمة الدخل لازم يكون لهم رعاية خاصة. والحاجة التانية يا استاذة لميس، ان برضو زي ما ضيوف حضرتك الكرام من قطاعات مختلفة دايما بيذكروا ان وفرة الدولار في حد ذاته، حتى لو في تحرير سعر صرف وفي صدمه تضخميه، وفره الدولار وتوافر المخزونات تاني مره اخرى من السلع الاستراتيجيه هيقلل الاسعار بدوره، لان المنتج كده مش هيحس ان هو مزنوق في مخزون ضعيف. فالاثنين دول المفروض يخففوا شويه من وطأة التضخم ان شاء الله، خاصه مع منتصف العام القادم باذن الله.